40 رقم 12 في تاريخ حسام عاشور. اليوم مبروك يا حسام، تستاهل كل خير. رقم 12 في تاريخك، يمكن يعني الانكسابات بتتوالى، و12 لقب مبروك يا شيخ. 12 لقب واحنا على الهواء مباشرة، 12 لقب تاريخ حسام عاشور بيعمله. و12 هم رمضان بقول الحمد لله على كل شيء، بس عشان في ناس بتزعل بجد يعني. بس عليك تاريخ تاريخ. الحمد لله التاريخ للنادي الاهلي، والتاريخ سطروا النادي الاهلي ولعبتوا النادي الاهلي.